السلام عليكم. علامة من علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم يا عرب أمام آلاف المسلمين وأنتم لا تعلمون عنها. سنتعرف عليها الآن سويا، ولكن لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع لنشاهد المقطع سويا. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه مسلم. من الأشياء العجيبة التي حدثنا عنها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حديث يدلنا على تاريخ الصحراء في الجزيرة العربية أو على أرض العرب إجمالا، ويحدثنا عن شيء سوف يحدث بعد فترة من الزمن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. المعجزات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل أهمية عن معجزات القرآن، لأن كل شيء من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا هذا الحديث لا يمكن أن يتصوره إنسان يعيش في القرن السابع الميلادي، أي في العصر الذي قيل فيه هذا الحديث، لأنه لا أحد يتخيل أن الصحراء ستنقلب إلى مروج وأنهار. ولو تخيل ذلك لا يستطيع أن يتخيل أن هذه الصحراء كانت فيما قبل مغطاة بالأنهار والبحيرات والنباتات والمروج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، حدثنا عن هذا الأمر، وهذه معجزة تشهد على صدق كلامه. والله يا جماعة الخير، أقسم بالله العظيم، 195 كيلو من مخرج الشفية إلى وادي الفرات، أخضر يعني المنطقة كاملة من إلى على مد نظرك خضر، مع تصوير الجوال ومع الشمس والله ما يبيش. ولم تنكشف أمامنا إلا حديثا جدا. في منتصف القرن العشرين بدأ العلماء يدرسون ما يسمون دورة الطقس أو دورة المناخ، ووجدوا أن هنالك دورة للكرة الأرضية ليس حول نفسها أو حول الشمس أيضا. فالآن الأرض تميل أثناء دورانها على محورها بحدود 23 درجة ونصف، وبسبب هذا الميلان ينشأ كما نعلم الصيف والشتاء والربيع والخريف. ولكن هذا المحور مثلا قبل آلاف السنين كانت درجة ميلانه أكبر مما هي عليه اليوم، وقبل ذلك كانت أكبر، ولذلك فإن الأرض كانت تمر بعصور يسمونها العصور الجليدية. ومنذ أكثر من 20,000 سنة كانت أوروبا قارة أوروبا مغطاة تماما بطبقات من الجليد يبلغ سمكها مئات الأمتار. هذه الطبقات التي غطت قارة أوروبا بالكامل قالوا إنها حدثت في العصر الجليدي منذ أكثر من 20,000 سنة. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. مروج يعني جمع مرج وهو البستان أيضا، وأنهارا النهر معروف. هل هذا يا جماعة، هل كانت جزيرة العرب أصلا مروجا وأنهارا أم لا؟ بدأ علماء وكالة ناسا في رحلتهم حول كوكب الأرض باستكشاف المناطق الأثرية والمناطق التي تحتوي الثورات الطبيعية مثل الغاز والبترول وغير ذلك، ويبحثون عن المعادن، وبحثوا في كل مكان. وأخيرا قالوا: لماذا لا نبحث في صحراء الربع الخالي، وهي صحراء تمتد آلاف الكيلومترات وهي خالية تماما، يعني لا تكاد تجد فيها إنسان ولا بشر، ويستحيل على عقل إنسان أن يصدق أن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطاة بالأنهار والمروج. وبعد استخدام تقنيات المسح عن بعد وجد العلماء أثارا لغابات كثيفة ومروج تمتد لآلاف الأمتار. ويقول العالم الذي أشرف على هذا الاكتشاف، قال بالحرف الواحد: إن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطاة بالأنهار والبحيرات العذبة والنباتات والمروج، وأن هذه المنطقة كانت في ذلك اليوم، أي في الماضي، أشبه بأوروبا اليوم، يعني كانت تماما تشبه أوروبا في أنهارها ومروجها وأشجارها. ومن الأشياء العجيبة التي حدثنا عنها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حديث يؤكد أو يدلنا على تاريخ الصحراء في الجزيرة العربية أو على أرض العرب إجمالا، ويحدثنا عن شيء يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. إن منطقة الربع الخالي تشكلت قبل حوالي 2,000,000 سنة، ولكن هذه الصحراء لا تبقى على حالها، بل تتبع نظاما جيولوجيا مدهشا، حيث نلاحظ أن الأنهار والغابات تغطي هذه المنطقة كل فترة من الزمن. أرسلت وكالة ناسا ذلك القمر الصناعي التابع لهم، وبدأوا بالتقاط الصور بالأشعة تحت الحمراء وبأشعة الراديو وباستخدام كل التقنيات المتاحة لديهم. وبعد أن أخذوا الصور، هذه الصور تظهر لنا ما تحتوي الأرض على عمق عدة أمتار تحت الرمال،
وتغطي مساحة 8000 كيلومتر مربع من الربع الخالي. وعندما قاموا بعرض هذه الصور وجدوا أشياء عجيبة، فقد وجدوا أن هذه المنطقة فيها أثار كثيرة لأنها قديمة، إنها كانت تتدفق بغزارة، ووجدوا أثارا لبحيرات أيضا، وقد تم تلوين الأنهار باللون الأزرق في الصورة. يتابع الدكتور والعالم قبل 37 ألف سنة وحتى 17 ألف سنة كانت مغطاة بالمروج والأنهار العذبة، ثم بعد ذلك حدث تغير في المناخ وتشكلت الصحراء من جديد، وبعد ذلك أي قبل 10,000 إلى 5,000 سنة عادت وغطت بالمروج والغابات والبحيرات والأنهار، وهكذا وفق دورة عجيبة. طبعا هذا الحديث لا يمكن أن يتصوره إنسان يعيش في القرن السابع الميلادي في العصر الذي قيل فيه هذا الحديث، لأنه لا أحد يتخيل أن الصحراء ستنقلب إلى مروج وأنهار، ولو تخيل ذلك لا يستطيع أن يتخيل أن هذه الصحراء كانت فيما قبل مغطاة بالأنهار والبحيرات والنباتات والمروج. وقد عثرنا في منطقة الربع الخالي على أسنان لفرس النهر وكانت بحالة جيدة، وعثرنا على أثار لمخلوقات نهرية عديدة وحيوانات مثل الجمال والخراف والغزلان كانت ترعى ذات يوم هناك. ويتساءل العلماء، هل يمكن للأمطار الموسمية أن تعود بغزارة إلى منطقة الربع الخالي فتعود البحيرات والمروج والأنهار من جديد؟ هناك بعض المؤشرات لذلك، ففي صيف 1977 جاءت أمطار موسمية ونزلت في الشمال الشرقي للربع الخالي ولكن بنسبة محدودة، وغطت صحراء الربع الخالي ب 650 ألف كيلومتر مربع. ويقول العلماء إن هذه المنطقة وبسبب تغير دورة الطقس سوف تعود إلى وضعها السابق، أي كما كانت بالضبط، كما كانت مغطاة بالأنهار، وبعد فترة ستعود هذه الأنهار كما كانت. إذن نحن أمام دليل مادي موثوق أن هذه المنطقة كانت مغطاة بالأنهار وسوف تعود كما كانت عليه، وهي الآن عادت بالفعل، وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي قبل 14 قرنا، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى تأتي المروج والأنهار، لا، بل قال حتى تعود. لماذا؟ نستطيع أن نستنتج إنها كانت كذلك وتعود إلى ما كانت عليه، وهي الآن عادت بالفعل، فأرض العرب كانت مروجا وأنهارا وستعود، وهذا ما يقوله العلماء بالحرف الواحد، وصوروا وأكدوا بأجهزتهم. ولذلك نحن اليوم أمام حقيقة يقينية لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يشكك في صدقها، بل يقولون إن ما يميز صحراء الربع الخالي قبل عدة آلاف من السنين إنها كانت مغطاة بالأعشاب والمروج بشكل جذب الكثير من الحيوانات إليها. لقد وجد الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية أن نهرا يمتد لمسافة طويلة دفنته رمال الصحراء في الربع الخالي، وهذا النهر كان موجودا قبل 6,000 سنة ويبلغ عرضه 8 كيلومتر وطوله 800 كيلومتر. هذا النهر كان ينبع من جبال الحجاز ويمتد ويتفرع إلى دلتا تغطي أجزاء كبيرة من الكويت حتى يصب في الخليج العربي. ولقد قام علماء من وكالة ناسا بالبحث عن الصحراء في جزيرة العرب ووجد أن هذه الصحراء كانت ذات يوم مليئة بالأنهار والمروج وحيوانات كثيرة كانت ترعى، وهي أشبه بأوروبا اليوم. ووجد أن نفس الحقيقة تنطبق على الصحراء العربية جنوب ليبيا، ولقد نشأت حضارات كثيرة في الجزيرة العربية عندما كانت مروجا خضراء وتدفق الأنهار بالمياه الجارية وتحول المنخفضات إلى بحيرات زاخرة بالحياة وعمرت اليابسة بمختلف صور الحياة الأرضية، كما وصف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده وحتى صحراء الربيع الخالي. والآن ظهر عدد كبير من هذه الصحراء مروجا وأنهارا، وثبت أن بها أعدادا من البحيرات الجافة والمجاري المائية القديمة المدفونة تحت رمالها، وأن تلك البحيرات والمجاري المائية كانت زاخرة بالحياة ومتدفقة بالمياه إلى زمن قوم عاد الذين أقاموا في جنوب الجزيرة العربية حضارات مادية لم يكن يدينها في ازدهارها المادي حضارات أخرى، وكانت تلك الحضارة تصدر إلى أوروبا البدائية في ذلك الوقت الفواكه المجففة والبذور والبخور والعطور والأخشاب والذهب والفضة. فلما جاء إلى قوم عاد نبيهم ورسولهم سيدنا هود عليه السلام بالهداية الربانية بدعوة التوحيد الخالصة لله تعالى وعبادته بما أمر والقيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وعمرانها وإقامة عدل الله فيها، ولكنهم كفروا بربهم وجحدوا بآياته وعصوا رسله وكذبوهم واستكبروا في الأرض بغير الحق، فأرسل الله تعالى عليهم المطر وأرسل الريح العقيم فدمرتهم ودمرت حضاراتهم برمالها وجعلتهم كراميم. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.